السؤال يعني أحد الإخوة يسأل عن إهداء بعض أعمال الخير للميت، يعني إنسان مات مثلا، والد، والدة، حد من أقاربك، فتريد أن تهدي له بعض الأعمال الصالحة. هل يجوز إهداء بعض أعمال الخير أو الأعمال الصالحة إلى الميت؟ الجواب أنه يجوز إهداء ما ورد به الشرع المطهر من الأعمال، كالصدقة والدعاء وقضاء الدين والحج والعمرة، إذا كان المحجوج عنه ميتا أو عاجزا لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، يعني إنسان مريض مرض مستمر لا يرجى شفاؤه، وهكذا من تؤدى عنه للعمرة، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، وجاء في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء للمسلمين أحياء أو أمواتا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه معظمنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها ولم توصي، يعني ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ يعني أنا لما أتصدق عنها لها أجر رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الحديث متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني لو كان أوصى بشيء تنفذ عهدهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يبقى إذن مفاد هذا الكلام أن الإنسان من الممكن أن تقوم عنه ببعض الأعمال الصالحة، ممكن أن تحج عنه، لكن طبعا من يحج عن إنسان مثلا مات أو إنسان مريض لابد وأن يكون قد حج عن نفسه أولا، لأن الرسول على سبيل المثال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في 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 في, في الحج رأى واحد يحج عن إنسان آخر اسمه شبرمة، يعني فهو في التلبية يقول: لبيك لبيك اللهم لبيك عن شبرمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. الرجل بيقول له: لا يا رسول الله. فقال: انطلق فحج عن نفسك أولا، ثم حج عن عن شبرمة هذا الذي تحج عنه. فالمقصد أن الإنسان إذا 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 قام يعني بأداء الحج عن أبيه، ممكن واحد يقول لك: والله أنا توفي أبي ولم يحج، أو توفيت أمي ولم تحج، فأنا من الممكن أن أحج أن أحج عنه. نعم، يجوز ذلك، ليس هناك حرج، ولكن تكون قد حججت عن نفسك أولا. جزاك الله خير.